السلام عليكم، اي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الحسيمة حسيمة على الصباح، وشميشة اليوم، شميشة المشاهدين الكرام، شميشة على الصباح. شوفوا الكلاب المشاهدين الكرام، كنا هضرنا داك النهار على الكلاب اللي كيدورو في الشوارع، هاهما في الساحة دابا كما كتشوفو، راه دايما كيشكلو خطر على المواطن، هاهما شتيهم، هاهما كما كتشوفو نصورا لكم من هنايا. الجو زوين اليوم كما كتشوفو، هاهما غي كيدورو، أنا غي كيدور. داك النهار درنا واحد الفيديو على هاد الكلاب اللي كيدورو هنا، وعض واحد السيدو مات، هاهما كيدورو في الشوارع. جاني شوية داك الشيء عالي، مقدرش نقبطو بزاف الكاميرا. دابا كيما سمعتو المشاهدين الكرام، الجو زوين على الصباح صراحة، واحد الجو ما شاء الله، الجو مشمش والهواء بارد. هنا مشينا ونديرو واحد الدورة، لأن الجو هذا صراحة الجو معتبر. كما كتشوفوا الجو زوين ومشمش، دابا غادي نعطو الكورنيش ونشوفو الجو كيف داير في الكورنيش. خليكم معايا هاد الصباح هادا،
مشي الكورنيش على الصبح. نشوفوا البحر كيف داير. البحر كما كتشوفوا هادئ، ما فيهش الموج بزاف، شويه وصافي. على منظر احنا غندخلو هنا للبارك ديال الكورنيش ونشوفو الجو كيف داير هنا. جو زوين صراحة، الشميشة والناس كيلعبو الرياضة. ايوا شتي احنايا شوفوا المنظر كيف داير. نخليكم معايا وكما كتشوفوا المنظر على الصبح في الكورنيش، منظر الهدوء. الهدوء واش من الهدوء، كما كتشوفوا البحر عباد. عباد شوية منظر واحد. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، جينا باش ندير لكم واحد الفيديو اللي غيعجبكم. ها هو راه خاوية كما كتشوفو، منظر الشميشة اليوم.
منظر جميل والله على النار. أتمنى أخوتي يعجبكم الفيديو، ما تنسوا تضغطوا على اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.